قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها ليندا واللي بيكون لسه صاحية من النوم وبتضطر ان هي تقوم بدري عشان توصل بناتها للمدرسة لان جوزها جيم بيكون عنده شغل وما تجاش من امبارح. وفعلا بتقوم ليندا وبتجهز بناتها ميجان وبريدجت عشان توصلهم للمدرسة. وبعد ما بتوصلهم وبترجع بتفضل تنظف في البيت وبتجهز الاكل قبل ما جوزها يرجع من الشغل، لكنها بتكون قلقانة عليه جدا لانه ما كلمهاش من امبارح وكانت لسه هتتصل بيه، لكنها بتتفاجأ ان هو بعت لها رسالة صوتية، لكن الرسالة بتكون مش كاملة لان جاله مكالمة تانية واضطر ان هو يقفل الاتصال. فبتقلق عليه ليندا اكتر وبتقرر ان هي تتصل بيه عشان تطمن عليه، لكنه مش بيرد عليها فبتسيب له رساله صوتيه عشان يتصل بيها اول ما يسمعها. لكن فجاه بعدها بيجي لها للبيت ظابط ولما بتفتح له بيقول لها ان جوزها جيم مات في حادثه وهو سايق العربيه. وبتفضل ليندا واقفه وهي مصدومه ومش قادره تصدق ولا عارفه تعمل ايه. وبعد ما بتفوق بتروح عشان تجيب بناتها من المدرسه، وبعد ما بيوصلوا البيت بتضطر ان هي تقول لبناتها ان والدهم مات وبتقول لهم ان هي هتفضل جنبهم وان كل حاجة هتبقى تمام. وبعدها بتوصل والدتها عشان تواسيها وبتتصل ليندا بالشركة اللي هتعمل الجنازة. وبعد ما والدتها بتنيم البنات بتقول لها ان بعد ما الجنازة تتم بكرة لازم تمشي في اجراءات التأمين بتاع جوزها عشان تاخد الفلوس بتاعة التأمين وتقدر ان هي تصرف على البنات. وبعد ما والدتها بتطلع تنام بتفضل ليندا لوحدها وبتكون مصدومة وهي لسه مش مستوعبة ان جوزها مات وسابها لوحدها هي والبنات. وبتاخد الصورة بتاعتهم سوا وبتحضنها وهي بتبكي لحد ما بتنام على الكنبة. وبتصحى ليندا تاني يوم وبتتفاجأ ان هي نايمه في السرير وكمان مغيره هدومها وبتعتقد ان والدتها هي اللي عملت كده. وبتفضل تدور على والدتها في البيت لكنها مش بتلاقيها. وفجأه بتسمع صوت جاي من المطبخ وبتلاقي شنطه جوزها في البيت. وبتنصدم لما بتلاقي جيم جوزها قدامها وبيشرب القهوه قبل ما يروح الشغل. وبتفضل ليندا مصدومه ومش فاهمه اللي بيحصل وبتعتقد ان هي كانت بتحلم. وبعدها بتيجي البنات وبيودعوا والدهم وبيقول لها جيم ان هو هيتاخر في الشغل النهارده وبيطلب منها توصل البنات للمدرسه لان عنده اجتماع ومضطر يمشي بسرعه. وفعلا بتوصل ليندا البنات المدرسه واول ما بترجع البيت بتبص على التليفون عشان تشوف اذا كان جيم سايب لها رساله لكنها مش بتلاقي حاجه. ولما بتخرج عشان تنشر الهدوم في الحديقه بتفكر في اللي حصل لجيم وبتقول ان هي اكيد كانت بتحلم، لكنها فجاه بتتكعبل في لعبه من بتوع بناتها وبتقع على الارض. وبتتفاجئ ان في طائر ميت على الارض وايديها بيجي عليها دم كتير، فبتجري بسرعه على المطبخ عشان تغسل ايديها والدم بيجي على باب البلكونه. وبعد ما بتغسل ايديها بتكمل شغل في البيت لحد ما بيوصل جيم من الشغل وبيتغدوا كلهم سوا. وبعد ما بيدخلوا عشان يناموا ليندا مش بيجي لها نوم وبتفضل تبص لجوزها وهي مش مصدقه ان هو لسه عايش لحد ما بتروح في النوم. وتاني يوم بتصحى ليندا وهي لابسه هدوم تانيه ومش بتلاقي جيم جوزها جنبها. ولما بتقوم عشان تدور عليه بتسمع صوت جاي من الدور الارضي. ولما بتنزل بتلاقي اهلها واصحابها كلهم في البيت ولابسين اسود لانهم جايين عشان يعزوها في موت جوزها. وبتنصدم لما بتعرف ان اليوم ده يوم الجنازه بتاعته. ولما بتحاول والدتها تهديها بتتضايق ليندا جدا لانها بتكون مش فاهمه ايه اللي بيحصل وبتكون مش عارفه جوزها عايش ولا ميت. فبتجري بسرعه على بناتها عشان تطمن عليهم فبتلاقي بنتها بريدجت مجروحه جدا في وشها وهي مش عارفه السبب في ده ايه. ولما بتسالها عن اللي حصل بنتها بتكون مش عارفه تقول لها ايه. فبتحضنها ليندا وبتطمنها ان كل حاجه هتبقى تمام. وبعدها بيجهزوا كلهم عشان يحضروا الجنازه، لكن ليندا بتكون مش مقتنعه ان ده حقيقي وان جوزها لسه عايش لانه كان لسه نايم جنبها امبارح بالليل. فبتروح بسرعه على العربيه وكانت عايزه تفتح التابوت عشان تشوف الجثه بنفسها، لكن كلهم بيحاولوا يمنعوها لان حاله جوزها بتكون سيئه جدا بسبب الحادثه. واول ما بيخرجوا التابوت عشان يدفنوا جيم بيقع التابوت منهم على الارض. فبتنهار ليندا لان جيم بتكون راسه مفصوله عن جسمه وده اللي بيخليها تنهار اكتر. وكلهم بيحاولوا يهدوها بعد ما اتاكدت ان جيم ميت فعلا. وفي الدفنه بتكون ليندا منهاره جدا لكنها بتلاحظ ان في واحده واقفه بعيد وبتبص على الدفنه. فبتروح عليها ليندا وبتسالها هي مين، فبتقول لها ان هي اتكلمت معاها امبارح، لكن ليندا بتكون مش فاكره اي حاجه. فبترتبك البنت وبتركب العربيه وبتمشي وليندا بتكون مش عارفه هي مين. ولما بترجع ليندا البيت بتلاقي دواء غريب في الحمام ومكتوب ان اللي وصفوا ليها اسمه نورمان. فبتقرر ان هي تدور عليه في دليل التليفونات لكنها بتلاقي الصفحه اللي فيها اسمه مقطوعه. فبتروح تدور عليه في الباسكت وبتلاقيها فعلا وبتقرر ان هي تتصل بيه، لكن العياده بتكون مقفوله لان الدكتور في اجازه وبيكون اليوم ده هو يوم السبت. وليندا بتكون مش
مش فاكرة خالص ايه اللي حصل يوم الجمعة، وده نفس التاريخ اللي مكتوب على علبة الدواء. وبعد ما بتنزل عشان تقعد مع بناتها ووالدتها، فجأة بتلاقي اتنين جايين يزوروها وبتكون مش عارفة هما مين، وبيقول لها واحد منهم ان هو الدكتور نورمان، وبيقربوا منها عشان ياخدوها معاهم وينقلوها للمصحة النفسية. وبتعتذر لها والدتها وبتقول لها ان هي اللي عملت كده لانها قلقانة جدا على البنات بسبب حالة ليندا، خاصة بعد اللي حصل لوش بنتها بريدجت. فبتضايق ليندا جدا وبتقول لها ان هي مش فاكرة اللي حصل اساسا، لكنها مستحيل تأذي بنتها مهما حصل. والدكتور نورمان بيأمر الرجال اللي معاه عشان ياخدوا ليندا للمصحة فورا. وهناك بتسمعهم ليندا وهما بيتكلموا، وبتسمع الدكتور نورمان وهو بيقول لضابط الشرطة ان ليندا جيت له العيادة يوم الجمعة قبل ما جوزها يموت بيوم واحد، وانها كانت عارفة اللي هيحصل له واتنبأت باليوم اللي هيموت فيه. فبيستغرب الدكتور نورمان وبيقول له ان هي ممكن تكون السبب في موت جوزها، لكن الضابط بيقول له ان ده مستحيل لان جوزها مات في حادثة طبيعية جدا على الطريق السريع. وبعدها بيدي لها حقنة مهدئة عشان تنام. لكن تاني يوم فجأة بتصحى ليندا في بيتها ومش بتلاقي اي اثر للحقنة اللي اداها لها الدكتور، ولما بتقوم بتتفاجئ ان جوزها جيم لسه عايش وبياخد دش في الحمام. فبتدخل عشان تحضنه وبتتأكد ان هو لسه عايش وما ماتش، وبتكون مش مصدقة ان كل ده حقيقي. وبعدها كمان بتلاقي وش بنتها سليم وما فيهوش اي جروح، وبتفرح جدا لان عيلتها كلها كويسة. وبعد ما بتوصل البنات للمدرسة وبترجع البيت، بتكون قلقانة جدا بسبب كل اللي بيحصل، وبتروح عشان تشوف السلة اللي رمت فيها الطائر عشان تتأكد اذا كان كل ده حلم. فبتلاقي الطائر موجود فعلا وبتفهم ان هي ما كانتش بتحلم. وبتدخل كمان عشان تدور على علبة الدواء بتاعت الدكتور نورمان لكنها مش بتلاقيها، فبتروح لدليل التليفون وبتطلع العنوان بتاعه وبتقرر ان هي تروح له العيادة لكنه ما بيعرفهاش. فبتقعد بعدها وبتتكلم معاه وبتحكي له على كل اللي بيحصل معاها من الاول، وبتقول له ان هي عارفة ان جوزها هيموت في حادثة وانها مش قادرة تمنع موته. فبيحاول الدكتور نورمان ان هو يهديها وبيكتب لها على مهدئ عشان تكون كويسة. وبعد ما بتخرج من العيادة بتروح لجيم الشغل بتاعه وبتقول له ان هي عايزة تتكلم معاه في موضوع مهم، لكن فجأة بيدخل عليهم البنت اللي كانت بتراقبهم في الجنازة، وبتتعرف عليها ليندا وبتعرف ان اسمها كارلا، وبتقول لها ان هي السكرتيرة الجديدة بتاعت جوزها جيم. فبيعتذر لها جيم قبل ما يعرف الموضوع اللي هي عايزاه فيه، وبيقول لها ان هو مضطر يمشي مع كارلا لان عنده اجتماع ضروري. فبتشك ليندا ان في حاجة بينها وبين جوزها جيم، ولما بترجع البيت بتشوف الدواء اللي الدكتور نورمال كتبه لها لكنها بترميه وبتقرر ان هي ما تاخدهوش. وساعتها السماء بتكون بتمطر جدا، فبتنادي ليندا على البنات عشان يساعدوها في لم الغسيل اللي في الحديقة. فبتجري بنتها بريدجت عليها لكنها مش بتلاحظ ان باب البلكونة مقفول، فبتدخل في الازاز بوشها وبتنجرح الجروح اللي كانت في وشها يوم الجنازة بتاع والدها. وبتاخدها ليندا بسرعة للمستشفى عشان يخيطوا الجروح وبيوقفوا الدم. ولما بترجع البيت بتكون زعلانة جدا من اللي حصل وبتكون حاسة بالذنب، وبتقول لجوزها جيم ان هي السبب في اللي حصل لبنتهم. وبعدها بتطلع الورقة اللي فيها العنوان بتاع الدكتور نورمان وبترميها في الزبالة. وساعتها بتفتكر ان هي كانت بتدور على نفس الورقة لما لقيتها في نفس الباسكت، وبتفهم ان كل اللي حصل ده كان حقيقي وان هو جزء من المستقبل ولسه ما حصلش. وبتفهم ان هي في حلقة من الزمن وبتعيش يوم من الماضي ويوم من المستقبل. فبتجيب لوحة من الورق وبتقسم الايام وبتكتب كل الاحداث اللي حصلت معاها بترتيب الايام زي ما هي فاكراها، لحد ما بتفهم ان جيم المفروض هيموت يوم الاربعاء واللي هيكون بكره. وبتحاول ان هي تمنع جوزها ان هو يروح الشغل عشان تتكلم معاه، وبتفضل تحاول تقنعه عشان ما يخرجش، وبتطلب منه ان هو يصحيها بدري. لكن جيم بيكون مستغرب جدا من تصرفات مراته. وتاني يوم بتصحى ليندا في نفس اليوم اللي هتتم فيه الجنازه بعد موت جوزها، وبتروح لبيت كارلا عشان تتكلم معاها، وبتعرف ان جوزها كان بيخونها معاها، وبتفهم ان هو كان بيخطط ينفصل عنها وعن بناتها. فبتروح ليندا البيت تاني وهي مصدومه، وبتقرر ان هي تروح شركه التامين عشان تبدا اجراءات فلوس التامين بتاع جوزها، بعد ما قررت ان هي تنسى موضوع انقاذ جوزها بعد ما عرفت ان هو كان بيخونها. ولما بتروح البيت بتسال والدتها لو سابت جيم يموت هتعتبر ان هي سبب في موته ولا لا، فبتستغرب والدتها جدا وبتقول لها ان جيم مات خلاص. وتاني يوم بتصحى ليندا يوم الخميس، وده المفروض اليوم اللي هيخرج فيه جيم الشغل قبل ما يموت، فبتلاقي جيم نايم جنبها ولسه ما خرجش عشان الشغل. فبتطلب منه ليندا ان هو ياخد البنات ويفسحهم وهي هتروح مشوار ضروري وترجع على طول. فبتروح ليندا الكنيسة وبتحكي للقس كل اللي بيحصل وبتقول له على اللي حصل معاها. فبيقول لها ان زمان كان في واحدة زيها قالت ان في اعصار هيحصل وهيدمر المدينة كلها، لكن محدش صدقها في المدينة وافتكروها مجنونة وخلصوا عليها. لكن فعلا بعدها بيومين الاعصار حصل ودمر المدينة كلها، وبيقول لها ان هم لو كانوا صدقوها كان كل اللي في المدينة هيعيش. وبيقول لها ان الست دي كانت بتحاول تحسن المستقبل لو صدقوها، وبيقول لها لو تقدر تحسن المستقبل
تعمل كده وما تكونش سبب في ان حاجة سيئة تحصل. ولما بترجع ليندا البيت بتفضل تفكر تعمل ايه مع جوزها، وبالليل بتقول للبنات يحضنوا والدهم قبل ما يدخلوا يناموا، فبيحضنوه وبيقولوا له ان هم بيحبوه جدا، وبيقول لهم جيم ان هو هيفضل يحبهم طول عمره. وبتكون ليندا مش عارفة تعمل ايه، وهي عارفة ان هو هيموت بكرة، وفي نفس الوقت بتكون متضايقة بسبب خيانته ليها، فبتطلع برا البيت عشان تفكر في اللي هتعمله، لكن جيم بيخرج وراها وبيقف معاها وبيسألها عن اللي مضايقها. فبتنهار ليندا وبتسأله ايه اللي خلى جوازهم يوصل للمرحلة دي، وبتقول له ان هي عارفة ان هو بيخونها مع السكرتيرة بتاعته، لكن فجأة بيضرب البارك سلك الكهرباء وبيقع الطائر الميت في الحديقة بتاعتهم، وكان سلك الكهرباء هيدخل في جيم، لكن ليندا بتقدر ان هي تنقذه في اخر لحظة. وبيدخلوا بعدها البيت سوا وبيناموا هما الاتنين، وده بيكون السبب في ان جيم ما يخرجش للشغل بتاعه وبيأجل الشغل لتاني يوم. وبتفضل ليندا تبص لجيم لحد ما بتنام، وتاني يوم بتصحى ليندا في اليوم اللي جيم هيخرج فيه عشان الشغل، والمفروض ان هو كان هيصحيها بدري، لكن جيم بيخرج قبل ما يصحيها وبيودي هو البنات المدرسة. فبتحاول ليندا ان هي تتصل بيه، لكنه بيكون سايب الموبايل بتاعه في العربية، واول ما بيركب جيم العربية بيتصل بكارلا وبيقول لها ان هو بيحب ليندا وقرر ان هو يفضل معاها، وبيقفل الاتصال بعدها. وبيتصل بعدها بالبيت لكن ليندا بتكون خرجت، فبيسيب لها رسالة على التليفون وبيقول لها ان هو بيحبها وهيفضل طول عمره يحبها، لكن ليندا فجأة بتتصل بيه وهي في العربية، ولما بيرد بيقول لها ان هو بيحبها جدا وان هو عايز يصلح اللي بينهم لان هو ملهوش الا هي والبنات. فبتفرح ليندا جدا وبتقول له ان هي بتحبه هي كمان وان هي في العربية اللي وراه، وبتطلب منه ان هو يلف ويرجع لها فورا من غير ما يوقف العربية في الطريق، لكن وجيم بيلف بالعربية كان هيدخل في عربية تانية، فبيقف فجأة والموبايل بيقع من ايديه، ولما بينزل عشان يجيبه بيضطر ان هو يقف في وسط الطريق، فبتيجي عربية نقل من وراه وبتدخل في العربية بتاعته وبيموت جيم قدام عينين ليندا. فبتنهار ليندا وبتكون مش مصدقة اللي حصل بعد ما فشلت ان هي تنقذ جوزها من الموت. وبعد مدة بتقرر ليندا ان هي تنتقل من البيت بعد وفاة جيم، وبنعرف ان الحاجة الوحيدة اللي قدرت ليندا تغيرها انها بقت حامل من الليلة اللي قضتها مع جيم قبل موته فورا. وبتقرر ليندا ان هي تكمل حياتها وتتمسك بالحياة دايما وما تفقدش الامل. بس كده، وده كان فيلمنا النهاردة. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.